صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله وسلم عليك يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، فاز والله من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما. كم يا هلال محرم تشجينا، ما زال قوسك نبله يرمينا، كل المصائب قد تهون سوى التي تركت فؤاد محمد محزونا، يوما به ازدلفت الطغاة أمية كي تشفين من الحسين ضغونا، نادى ألا هل من معين لم يجد إلا المحددة الرقاق معينا، فهوى على حر الصعيد مبلعا، ما نال تكفي تغسيلا ولا تكفينا، وسرى بنسوته على عجف المطار تطوي سهولا بالفلا وحزنا، أو مثل زينب وهي بنت محمد برزت تخاطب شامتا ملعونا، فغدا بمحضرها يقلب مبسما، كان النبي برشفه مفتونا، هلت الشيعة بالحزن يا هلال عاشور، نصبت مآتم ليل عزية وتلطم صدو هلال المحرم، ليش اشوفك كاسف اللون، لا
بالسوادك ليش قل لي صار بالكون وان الهلال صاح سيد الرسول محزون كل العوالم مظلمة والدين مقهو من حين هل الشهار هل بكل الأحزان جدد مصاب اللي قضى بالطف حيرة ناحت على أملاكها والإنس والجان على قتيل اللي قضى بالطف منحو وأعظم مصيبة ذوبت مهجة فادي أهل المدينة سمعوا الزهرات نادي عاشور جاني وزاد حزني على أولادي نصبت مآتم يا خلاق في وسط القبر ولكن الأمر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال تعالى في محكم كتابه وجليل خطابه بسم الله الرحمن الرحيم إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. لفرج وسلامة مولانا صاحب العصر والزمان ولقبول الأعمال صلوا على محمد وآل محمد. الحديث تحت عنوان التوبة حاجة ملحة. أبدأ في البداية بالآية التي تلوتها إنما. عند العرب كلمة إنما أداة حصر، يعني الآية تريد تقول التوبة مفتوح بابها فقط وفقط للذين يعملون السوء بجهالة. إنما التوبة على الله، يعني واجبة على الله. وهل أحد له حاكمية على الله حتى يوجب على الله يتوب؟ إنما الله أوجب على نفسه، يقول القرآن كتب على نفسه الرحمة، فهو الذي أوجب على نفسه. وفي آية أخرى طبعا الله وعدنا بالقبول التوبة، والله يخلف الميعاد أو لا يخلف؟ لا يخلف الميعاد، فصار قبول التوبة عليه واجباً أوجبه على نفسه. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. عندنا محطتان في هالآية تخوف، كلاهما يخوف تاليها من يقرأ هذه الآية. المحطة الأولى تقول التوبة فقط للي يعمل الذنب وما عند علم الجاهل، هنا شلون نخاف لو ما نخاف؟
لأن ذنوبنا في الغالب عن علم. يعني الآن اللي طالع لقطات خليعة بالأجهزة الإلكترونية خلي يدش عليه واحد في مرة بتشوفه بسرعة يبدل عدل ولا يعني يدري. إذا هو يطالع في الطريق واحد قال لفلان ها إيه قاعد أدور وين صاير هاي يلف ودور يدري اللي مسوينا غلط. إذا نغتاب تقول لهم وش وكان المجلس عامر بالغيبة أوه وإيش نصح نقدر نتركها ما نقدر. فيقر أنه يعلم بما يفعل. فاللي يقرأ الآية يقول عجل راحت علينا ما الله ما بيتوب علينا لأن الجهالة مو إحنا مو جهالة. لهذا نحتاج نقف عند هالمحطة ونعالجها. هل المراد الجهالة يعني أنا ما أعرف الحكم؟ لا ليس هذا المراد. ما هو المراد؟ المراد أنني لا أتبع العلم فأنا كالجاهل. يعني الآن لو شاب مثلا جو اشتكوا على ولدي هو مراهق يقولون ولد كل يوم يضرب ولدنا أقول هذه جهالة هذا جاهل ما يطاوع ولدك جاهل بالثانوي جاهل أقول مو ما يدري بس هذا تصرفاته كله كذي ما يفكر في عواقب الأمور جاهل. فمن لا يجري أثر العلم يعتبر جاهل يعتبر جاهل. وأمير المؤمنين وش يقول ما رأيت يقينا أشبه بالشك من اليقين بالموت متيقين من الموت لولا مع ذلك كأنه مو يقين. أضرب مثال الآن لو واحد يطالع من نافذة الماتم ويشوف أسد جائع ينتظر المستمعين أحد من المستمعين بيطلع أبدا تقول لي ليش ما تروح البيت عندك عيال يحاسونك قال الله حافظهم ونزين لما تبقى قال مدام الأسد موجود أنا مكانك تحمدي أو تستريح لأن شاف الفكرة موقن بها خلاص يخاف. بينما إحنا عدنا فكرة ثانية الآن الأسد لو يصيدني لكني في 5 دقائق أنا أموت بعدين قطعني وأنا ميت ما يأثر. لكن عدنا معلومة ثانية أن الله خلق نارا لمن عصاه وهالنار عذابها مقيم خالد. هالفكرة أخطر من فكرة الأسد لكن نعصي ولا نبالي لأن ذي الفكرة على مستوى العقل موجودة ما اختمرت في النفس والقلب وصار بها يقين ما بها يقين لو بها يقين ما أحد عصى. لهذا إحنا نعصي الله بجهالة عظمة الله. أحد منا يعرف الله نعرف بأدنى مراتب المعرفة لكن الأدعية تقول من ذا يعرف قدرك فلا يهابك ومن ذا يعلم ما أنت فلا يخافك. اللي يعرف حقيقة الله يضطرب ما يركي. احنا نروح الآن إلى الحج يلا يا جماعة التلبية وهم يضحكون ويسكت انت خلنا نسمع لبيك الله. بينما الأئمة إذا الإمام السجاد الإمام الصادق إذا يجي بلبي ينقطع صوته تصيبه رعدة ما يقدر يتكلم لأنه يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك. يعني أنا ما أطيع أي شريك حتى لو شهوة. الشهوة شريك الله والله يقول أرأيت من اتخذ إلهه هوى الهوى ساعات يصير إله. أقدم رغبتي على إرادة الله وأمر الله. فاللي بيقول لربه لبيك اللهم لبيك هو صادق معنا ولدا احنا مو قدها. الأئمة معصومين مع ذلك صيدهم الرعد. فإحنا يا حبيبي عندنا هذه المشكلة إن ما نعرف عظمة الله. لهذا القرآن وش يقول إنما يخشى الله منهم اللي يخشون الله من العباد من هم يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء فاعل هم اللي خشوا غير العلماء ما يخشون. لهذا إذا رجال أو حتى شيخ أمامته وش قدها وهو ما يخاف الله ده مو عالم لأن من يعلم يعلم عظمة الله يخافه يخشاه. فإذا يا حبيبي إحنا إذا نذنب عن جهالة بعظمة الله وبقدر سخطه وبمقدار عقوبته. لهذا إمامنا الصادق وش قال في هذه الآية كل ذنب عمله العبد وإن كان عالما عالم بحرمته يعني فهو جاهل حين خاطر بنفسه في معصية ربه. مدام ما عرف هذا الله العظيم ناره حينئذ هذا جاهل.
إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. هذه مشكلة ثانية. متى قريب يعني؟ احنا عندنا في بعض الروايات إذا واحد أذنب اللي على اليمين الملك يقول اللي على الشمال لا تسجل عليه، لا تسجل عليه الذنب، لا تسجل، أعطى مهلة 7 ساعات. ليش 7 ساعات؟ إذا استغفر بينه وبين 7 ساعات محينا الذنب، ما كتبناه من الأساس. إذا لا ما استغفر لكن عمل عمل صالح، صلى شيء عبادة، ما منسجل عليه. ليش؟ لأن الله يقول إن الحسنات يذهبن سيئات. إذا جاب حسنة ما منسجل على السيئة. هذا المقصود من الآية. إذا هذا المقصود إحنا في مصيبة، لأن ساعات ما تبلع عقب 10 سنوات. فمن قريب ما يتحقق. لا، المفسر الكبير طباطبائي وغيره يقول قريب يعني قبل أن يرى ملك الموت، قبل لا يشوف الآخرة، يعاين الآخرة. من وين هالتفسير؟ ساعات واحد يحسبه شاب ويموت عمره 70 80، هذا قريب إذا تاب قبل الموت. يقولوا نقرأ الآية اللي بعدها بتشوف. يقول تعالى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. إذن التوبة محروم منها صنفان، اللي يموت كافر واللي يموت إذا شاف الموت. ما يتوب إلا إذا شاف الموت، يقول له هذا لا توبتك مي مقبولة. كلكم تعرفون قصة فرعون. الله يقول في القرآن عن فرعون فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق وشاف روحه الآن بموت قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الجواب ماذا؟ الآن، الحين، الآن، وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. فاتت الفرصة خلاص. فإذا معنى قريب ما دام أنا بعد ما شفت الآخرة. واحد طبعا النبي صلى الله عليه وآله لرواية يقول من تاب قبل موته بسنة تاب الله عليه وإن سنة لكثير. من تاب قبل موته بشهر تاب الله عليه وإن شهر لكثير. من تاب قبل موته بيوم تاب الله عليه وإن يوم لكثير. من تاب قبل موته بساعة تاب الله عليه وإن ساعة لكثير. من تاب حينما بلغت النفس هنا، يعني بعد ما شاف الموت هيا الله يتوب عليه بعد. شوف شلون الله عاطي الفرصة، بس احنا ما ندري متى نموت. والأول يقولون اللي يمارس الرياضة يصير صحي وما يموت، يموتون في الملعب هالأيام. وهذا أبو الأمراض وأخو سليم يموت السليم وأبو الأمراض قاعد. احنا ما ندري متى نموت. هو لو واحد يدري متى يموت كان قال أتوب إلى الرحمن من سنتين، لكن ما تدري متى تموت. بالتالي ما في مجال لتأجيل التوبة، ما في مجال. يقول تعالى فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما الآية حكيما. هسه البعض قال ليش الله ختم الآية عليما حكيما؟ المناسب يقول وكان الله توابا رحيما غفورا رحيما. ليش قال عليما حكيما؟ يقولون لعلمه بخلقته، يعرف الإنسان ضعيف أمام شهواته وأنه يخطأ ومحتاج نفتح له باب الرجوع والإنابة. فالله تفضل على الإنسان وفتح له باب التوبة وقال تفضل. فإذا عليم بخلقه، حكيم بما فيه صلاحهم، فجعل من الحكمة فتح باب التوبة حتى يرجعون إلى الله. هسه واحد يقول وش فلسفة التوبة؟ أمران. الأمر الأول إزاحة أثر الذنوب. أنا بعد قليل بتكلم عن الإنسان المؤمن قبل توبته وبعد توبته، شنو حاله قبل شنو حاله عقب. فالفلسفة رقم 1 للتوبة هي تنقله مما كان عليه قبل التوبة من واقع أليم
إلى واقع جميل بعد التوبة من بين بعد قليل. هذا واحد. الفلسفة رقم اثنين أن التوبة تعطي أمل. حتى نقرب الفكرة نجيب مثال. أدش على واحد من الطلبة يمتحن وقايلين لي إذا تسقط في هالمادة تعيد السنة. عطينا الورقة طالعها قال نعرف هالأسئلة. أستاذ هالأسئلة عليهم كم؟ أقول لي دلي جاوهم كلهم صح لك 30 من 100. قال بس هاي اللي أعرفهم بس ما بجاوب ساقط بس بكتب اسمي وبطلع. أقول لي يا ولدي 30 تجيب أحسن من ما تجيب صفر. قال وين أحسن؟ 30 بعيد سنة، صفر بعيد سنة. بعد أنا إذا بعيد سنة على كل حالة جاوب له جود ورقتك وطلع. إحنا كذي بعد تخيلوا الله ما فتح باب التوبة بس نذم بعض الذنوب. أقول أنا رايح النار رايح، بعد لا دنيا ولا آخرة، خلني أتونس في الدنيا. لا تقولي حرام حرام، خلاص أنا رايح النار رايح. فلولا باب التوبة لن كان الناس بسرعة يأسوا وقالوا إحنا وين نروح الجنة، بعد لا دنيا ولا آخرة خلنا نسترسل في الذنوب. فبعضهم يقول لما الله فتح باب التوبة شجع الناس على المعصية. يقول بالعكس، لولا باب التوبة ليأسنا من كثرة ذنوبنا وحينئذ استرسلنا في الذنوب بعد اليأس. ولهذا الإسلام اعتبر اليأس من رحمة الله من أعظم الذنوب، لأنه يفتح يغلق باب التوبة على النفس ويفتح باب الاسترسال في الذنوب، وهذا شيء مطلوب. الآن نجي إلى حال المؤمن قبل التوبة وحالة بعد التوبة. يعني ويش سلبيات الذنوب اللي يعيشها الإنسان قبل لا يتوب، ويش إيجابيات التوبة بعد ما يتوب بما يسمح به الوقت، لأن يعني احنا مبني مجالسي في العشرة على ساعة، بس في عادة عشرة في المرخ على ساعة إلا إن شاء الله، ولو ساعة إلا رب إلى ساعة إلا دقيقة. وش يقولكم وين على كلها؟ المهم نقللها يعني، على بليت باشر ما حصلها الحضور. على كل حال، أول أمر ومفسدة للذنوب المصائب. المصائب وش لها علاقة بالذنوب؟ شوف يا حبيبي في الروايات حتى الخدش واحد ينشمخ تعميرنا شمخة صادته، الرواية تقول من ذنب. حتى الكبوة يعني تعبيرنا واحد يتعرقل وطاح يقول هي من ذنب. هذا من وين الكلام؟ روايات. في آية يقول تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. لو ما يعفو وش يصير؟ خلنا نجرب القرآن يقول لو ما يعفى الله وش يصير. يقول ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا كل ذنب عاقبهم في الدنيا ما ترك على ظهرها من دابة، ما يبقى أحد حي، كل واحد عقوبة تموته. لكن الله يجيب، لأن بعض المصائب يمكن الواحد يشعر بالحاجة لله ويتوب ويرجع إلى الله نائبا منكسرا يمكن. فإذا أول مصيبة من مصائب ما قبل التوبة حالة وجود آثار الذنوب أن البلاء ينزل علينا. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء، مو هيك ندعو. فإذا هذه المفسدة رقم واحد. المفسدة رقم اثنين أن إذا نسترسل في الذنوب قد نخسر اللياقة للشفاعة. يعني شنو؟ الآن أهل البيت يشفعون لكل واحد لو لمن ارتضى، مو القرآن يقول لا يشفعون إلا لمن ارتضى. ومن اللي ارتضاه؟ اليوم أكملت لكم دينكم وأزممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام، يعني بولاية علي. اللي منضبط على الإسلام وولاية أهل البيت هذا يشفعون له. زين الحمد لله احنا شيعة، هل نقدر نطلع من الدنيا شيعة؟ لو ما نقدر، نقدر وما نقدر. اللي يسترسل في الذنوب بيطلع مو شيعي. كيف مو شيعي؟ لأن ما يجتمع تلوث القلب مع العقيدة الحق، ما يجتمعون. وإيش دليلك؟ القرآن. القرآن يقول كلا بل ران على قلوبهم
ما كانوا يكسبون ران خلاص صاروا يجحدون بالحق. بعد آية أوضح: ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء، شنو عاقبتهم؟ أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. كان قبل لا يذنب ويسترسل في السوء، كان هو المؤمن المصدق بآيات الله، تحول مو فقط إلى يكذب بل يستهزئ. وإيش قال؟ قال إمام عايش هالجد. وإيش قال؟ قال الله مو جسم. وإيش قال؟ قال ويقعد يستهزئ. وش اللي قلبه؟ أساء السوء. فاللي يسترسل في الذنوب قد يخسر إيمانه، وبالتالي لا يدخل الجنة ولا تناله شفاعة الشافعين. هذه مفسدة رقم اثنين. مفسدة رقم ثلاثة: أن الروايات تقول إن الدعاء يرد القضاء بعدما أبرم إبراما. يعني شنو؟ يعني قد يعجز الأطباء عن حالة مرضية، فيأتي قلب مؤمن يدعو فيستجاب له ويكشف عنه ما عجز عنه الأطباء. وهذا صار في حياتنا وحياة جميع المسلمين، الدعاء يرد القضاء. لكن هل الدعاء يرتفع مع المعاصي؟ لو لا، في الرواية أن الله كتب وقرر أن يستجيب لفلان الدعاء طلبه حاجته، يعطيه حاجته فيذنب الذنب، فيأمر الله الملك أن لا يقضي لهذا حاجته، بس خلاص ما تقضي له. وإحنا نقرأ في دعواتهم أكثر من مقطع يأكد الفكرة: اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء. ففي ذنوب تخلي الدعاء ما يرتفع إلى الله، محبوس. وفي مقطع آخر: فأسألك أن لا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي. فالأعمال السيئة تمنع من استجابة الدعاء. هذا ثلاثة. أربعة: قساوة القلب. يعني وش قساوة القلب؟ يعني واحد يجي يصلي ما يدوش يقول، يدعون ويدعو إياهم والكل يبكي وهو ما يقدر حتى قطرة يطلع من عينه. احنا السنة بالحج صار البكاء كأن حالة هستيرية، متفاعلين الحجاج إلى أبعد حدود، بينما واحد كل يوم يبكي في الحرم إيانه يدعو يبكي، يوم عرف عجز يبكي ما يبكي. يمكن ذنب واحد سوى، يمكن نظرة محرمة حرم التوفيق. مو هذا الرواية تقول عن لسان الله تبارك وتعالى: أدنى ما أصنع بالعبد إذا آثر شهوته على طاعتي. أنا أقول لي لا طالع النظر المحرمة، يقول رغبتي تقول طالع، لا تفوتني الفرصة بطالع. وش بصيده؟ أن أسلبه لذيذ مناجاتي، ما يلتذ بالعبادة، يقوم للصلاة كسال مما يقوم الآخرون كسالة، كسول متثاقل، ينجز العبادة بملل. الناس تقرأ الدعاء متفاعلة ويصفح باقي شم صفحة ونخلص، هذا قسوة قلب. بعد من ضمن آثار الذنوب أن المذنب قد لا يوفق للنوافل والطاعات المتفرقة. واحد جاء لأمير المؤمنين قال لي: يا أمير المؤمنين، إني رجل حرمت القيام بالليل، ما أقدر ما أصلي الليل. هو ما يقدر، يعني يقدر لو واحد عنده موعد طيران بيقوم قبل بساعتين وخمس وأربع، لكن هالصلاة يقول ما أقوم لها. وإيش قال لي؟ قال لي: إنك رجل قد قيدتك ذنوبك، ذنوبك هي اللي قيدتك، اترك الذنوب بتشوف ترغب للقيام، بتقوم برغبة. بعد من ضمن مصائب الذنوب نفسد النظام الكوني. قبل يومين المملكة العربية السعودية بجدة سيول، وبمكة سيول، وبمناطق ثانية جفاف، وهم يصلون الاستسقاء. يا حبيبي المطر بالطاعات يتنظم، يسقط في الأماكن المفيدة وبانتظام كما أراده الله. إذا لا قمنا نعصي، خب في غيوم يتراكم في مكان، منا يفسد كثرته ومنا يفسد قلته. وش يقول الله في القرآن؟ ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت، لكن لو استقمنا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدق، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات. هذه المشكلة، أن نحن سبب هالدمار. حيوانات تقول يا إنسان أنت اللي مدمرنا،
معاصيكم خرب علينا كل شيء، جفاف اللي نعيشه انت سببه، الاحتباس الحراري انت سببه، مو هذا الخليفة اللي أريد له أن يعم الأرض إذا لم يسر على وفق شريعة السماء يدمر الأرض. بعد ألم القلب، يعني وش ألم القلب؟ احنا اليوم عندهم مرض الأطباء يسمونه مرض الكآبة، يقول لك منتشر، ناس ينتحرون، حالة زين، أموال عنده، غني، لاعب، راح يشرب خمر ويلعب ويروح فنادق ويروح شيء وبعد ينتحر، يشعر بالملل والكآبة. وش يقول القرآن؟ القرآن يقول ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. إذا قرين الشيطان بيقول لي قوم صلوا صوم، لو بيقول لي منكر ومحرم، منكر ومحرم. وإذا جت الذنوب وش يصير؟ يجي قسوة القلب، يجي الحزن، يجي الكآبة. في آية ثانية تقول ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، هل كآبة؟ معيشة ضنكا، ونحشره يوم القيامة أعمى. فاللي عند ذكر الله ملتذ، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، واللي ما عند ذكر الله الشيطان قرينه ويأمر بالمنكر، وإذا وقع في المنكر يكون معيشة ضنكا وكآبة. فهذا قبل التوبة يا حبيبي. بعد العذاب الأخروي، ومنه يقوى على العذاب الأخروي؟ في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله إن العبد ليحبس على ذنب من الذنوب 100 عام، 100 سنة على ذنب واحد أنجز في دقيقة، وإنه لينظر إلى أزواجه في الجنة يتنعمن. زوجته وياه عايشة نفس الظروف، لكن يقول لي أبو فلان ما بتقوم تصلي صلاة الليل، الليلة الخميس أنا علي دوام، أنا مو فراغي نفسش، بتنامين للظهر. أبو فلان ليلة الجمعة باكر مو دوام، قال والآخر يا شكتي موكلة بي. فهي نفس الظروف، هذا يعيشها ودي تعيشها، هذا يروح الجنة قبل صاحبه ب100 عام، 100 عام و200 عام و1000 عام. هذه رواية، هذا حبيبي مشهد الإنسان قبل التوبة. عدة أمور سلبية ذكرناها، منها مصائب، منها حبس الدعاء، منها عدم التوفيق للحفاظ على العقيدة والحصول على الشفاعة، منها عدم التوفيق للطاعات، منها قسوة القلب، منها منها ذنوب عذاب الآخرة، كل ذكرنا. الآن ننقلب من موقع العصيان إلى موقع التوبة. إذا تبنا وش يصير؟ وش يصير؟ أول ثمرة من ثمار التوبة أن الله بلطفه يجي لدفتر السيئات، مليون سيئات، مليون سيئة، يضرب الزر يصير صفر. شوف الآية، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم. فأول أمر لا سيئات، سيئات تروح كلها. تقول ويش انت حين تبت؟ الحمد لله. قال ايه تبت بس بعدي حزين. حزين ليش؟ مو سيئاتك صارت صفر. شوف يا حبيبي احبتي، احنا دشينا سوق التجارة، جاء التاجر الصادق وهو الله وقال انا بشتري، ان الله اشترى من المؤمنين، من يبيع؟ ولا يخدعونكم الشياطين، ترى سلعتهم مخدوشة ومغشوشة وبتضركم، تاخذ فلوسكم ولا تحصلوا شيء. ما صدقنا الله ورحنا للشياطين، التفتنا عقب 10 20 سنة الا احنا راس المال انتهى والديون تحيط بنا من كل مكان. هذا حالنا يا الذنوب. الله جاء رحنا ليه؟ قلنا انت التاجر الصادق ولا طاوعناك واحنا نادمين. قال بلطفي بجي الى سيئاتكم كلها بصفرها، ديونكم كلها بسددها. قلنا ليه بعد حزينين؟ قال ليش حزينين؟ مو ديونكم سددناها، مو سيئاتكم شلناها. نقول يا رب احنا تمنينا هال5 سنوات مو نطلع بصفر سيئات، بمليون حسنة. والله لو ترجعني الى الوراء كان املي هالوقت بدل هالمعاصي املي صلاة وتلاوة ودعاء وعبادة وتضرع. والله صادق من قلبي لو يرجع العمر. وايش يقول الله؟ إذا وجد أنه الإنسان صادق يقول إلا من تاب وآمن
وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله، يعني مو يصفرها، يبدلها. مليون سيئة شالها وداها، هنا صارت مليون حسنة، يبدل الله سيئاتهم حسنات. هاي شيء من كرم الله يا حبيبي، بس ندم صادق يحولنا من ناس ضيعوا عمرهم إلى ناس تداركوا العمر بالتوبة. بعد الله يفرح منه، وإذا فرح الله بإنسان صار وليه المدبر لأمره. الرواية تقول لله أفرح بتوبة عبده من العقيم الوالد. واحد يخاطر في ذرية وأنفق أموال كلها ولا الله عطى ذرية، تالي قال لي زوجتك حامل، شكد فرحته؟ مو حامل، ولدت لك بعد، لأن الوالد حمل يمكن يطيح، شكد فرحته؟ يقول الله أشد فرحة من هذا. بعد ومن الضال الواجد، واحد في الصحراء إذا ضاع وش له؟ ما له الموت. العرب تسمي الصحراء مفازة، هي مهلكة، بس عندهم تفاؤل قلبوا حقيقتها من مهلكة إلى مفازة، وإلا اللي يضيع خلاص انتهى ما في ماي، يا الطريق اللي الناس تداولها يا موت. فإذا واحد ضل في الطريق في صحراء والآن شاف علامات الموت، وإذا بير الطريق إلى الحياة، شقد فرحته؟ الله أشد فرحة من ذلك. بعد قال ومن الظمآن الوارد، واحد بعد فقد الماء وعلى مشارف الموت إلا ماء عذب زلال أمامه، شنو شعوره؟ شنو فرحته؟ الله أشد فرحا بتوبة عبده من هؤلاء. بعد ينقلب إلى حبيب الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وكلكم سامعين قصة ذاك العاصي في بني إسرائيل، صاد بني إسرائيل جفاف وجول نبي الله موسى، هو كليم الله من أنبياء العزم، طلع وياهم يستسقون، صلوا صلاة الاستسقاء معه من بني إسرائيل 70,000 وظلوا يتضرعون والله ما استجاب. موسى قال يا رب أنا كليمك، هل نزلت نقصت منزلتي عندك؟ أدعوك ومعي 70,000 ولا تستجيب. قال يا موسى إن بينكم رجل عصاني 40 سنة لا أسقيكم حتى يخرج من بينكم. وفي واحد يقول وجعلني مباركا أينما كن، يكون بركة على اللي حوله، واحد يكون بلاء على من حوله، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، وجود هذا بينكم يسبب المشكلة حتى إلكم، صح لو لا؟ الآن نبي الله موسى قال يا رب أنا ما أقدر أسمع صوتي 70,000. قال انت نادي نحن نوصل صوتك، فنادى بصوت جهوري من عصى الله 40 سنة فليخرج من بيننا. هالرجل يعرف نفسه المقصود، قال الحين ان قمت فضيحة، وان قعدت حرمت اهلي ونفسي الماء، اقوم اقعد. ندم صادق من قلب، واذا بالغيوم تتراكم والمطر يتساقط. هنا موسى قال لله يا رب قلت لن يسقط المطر حتى يخرج من عصاك، ولم يخرج أحد. وش الجواب؟ شوف الجواب، أقول لك حبيب الله التائب يقول لقد سقيتم بالذي به منعتم، ببركة وجوده لما تاب صار حبيبي سقيتكم. موسى الآن تشوق يشوف حبيب الله، قال لي يا رب دلني عليه. قال لم أفضحه عاصيا أفضحه تائبا، لا من يفضحه؟ فببركته تحول، كان في موقع المبغوض المسخوط عليه من قبل الله الذي يمنع بركات السماء، بتوبة صادقة صار حبيب الله وصار موضع البركة له ولقومه. فهذه أيضا من ثمار التوبة. بعد من ثمار التوبة يا حبيبي العيش الهنيء في الدنيا. كيف يعني؟ السيد العلامة يقول شايف إذا الله قال بيعطي واحد عيش هنيء، يعني خليه فقير ما يقدر يأكل، الفقير ما يتهنى بعيشه، الناس تطلب أن الله يوسع عليها الحال وما تحتاج لأحد. فيقول العيش الهنيء معناه قدرة مالية، هذا واحد إذا عنده قدرة مالية وعنده أمراض
يجيبون الحلاوة الراقية يقول باعدها عني ما أقدر أكل مريض، يجيبون طبخة عادية يقول لا الطبيب قال يأكل العيش الأسود والعيش الأسمر والعيش، يجيبون كل شيء يقول لا بعده ما أقدر، هذه عيشة هنية. فيقول كما أن العيش الهانئة تحتاج إلى قدرة مالية تحتاج إلى صحة جسدية، بعد إذا أنا بخير وعندي صحة لكن من أطلع من بيتي سرقوني اتحرشوا بي كذا ما في أمان، يقول لا لازم أمان أيضا. فيقول كل مقومات العيش الهني الله يعد بإعطائها من يتوب. يقول تعالى وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. فالله يمتعنا متاع حسن وعيش هني في الدنيا قبل الآخرة ببركة التوبة. الآن يا حبيبي شفنا المقارنة ما قبل التوبة وما بعد التوبة. وقد روي أن يعقوب نبي الله يعقوب رأى في المنام رؤية، رواية يمكن مو عن طريق الشيعة لكن مروية، كان هو فوق جبل ويطالع في سهل الجبل ولد يوسف وقد اعتوره 10 من الذئاب وانفتت انشقت الأرض وغار في الأرض. من هو 10؟ إخوانه، تفسيرها إخوانه رآهم نبي الله على حقيقتهم ذئاب، لكن نبي الله يوسف رآهم ويا أخوهم بنيامين الأخير لمو خليصهم صاروا 10، واحد كم؟ 11. إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. صاروا 10 مثل 11 كواكب مو ذئاب، الحين هم ذئاب لو كواكب. قال بعض العلماء يعقوب رآهم قبل توبتهم حينما أرادوا الفتك بأخيهم فرآهم في تلك الحالة ذئابا، أما يوسف فقد سجدوا له بعد توبتهم وبعد رجوعهم إلى ربهم فرآهم كواكب وحالهم حال ذاك الذي لم يعصي لأنهم كواكب. فإذا الآن اتضح لماذا التوبة ملحة، حاجة ملحة، لأننا نعرف الموقع قبل التوبة والموقع بعد التوبة. الآن ناس وايد يقولون تونا مخلصين محرم والخطيب جاب أشياء وهو يتكلم وإحنا نقول كأنه يقصدني، سبحان الله هالذنوب اللي يتكلمها كأنه أنا بين أي أنا ساعة أنزل يقول لي شيخنا كأنك عايش يعني، وناس يقول لي ليش طارح هالموضوع أحد مكلمنك يعني يرى أنك كأنما أنا موجه رسالة إليه من خلال واحد قايل لي يتكلم. إنزين إحنا الآن نكتشف أخطائنا من سماع الآخرين، عدنا نية التغيير، يقول ساعات أنا في المجلس أقول خلاص أنا بتغير لما تبعد واطلع وارجع، هذه مشكلة. وش اللي يخلينا ما عدنا عزيمة؟ ما عدنا عزيمة لأن ما نتفكر. أول نتفكر في شنو؟ نتفكر في حسنات التوبة اللي أنا تكلمتها وسيئات الذنوب آثارها المدمرة، هذه تقوي العزيمة. كل ما واحد نظر أن إذا جد في الدراسة بيحصل وظيفة هي متعبة وراتب كبير، وإذا ما تأمل في الدراسة كذا ما راجع بيشتغل شغلة في الشمس ب200 دينار يتشجع يدرس، طبيعي من تنظر للإيجابيات تتشجع. فأول نقطة نتأمل في الإيجابيات للتوبة وسلبيات عدم التوبة. 2، لا نستصغر الذنوب، لا نستخف بالذنوب، عندنا استخفافان بالذنوب. الاستخفاف الأول يسمونه الاستخفاف الكمي، يعني وين كمي؟ أنا وش مسوي؟ أنا ولد الماتم، صلاة الجمعة، الجماعة، دعاكمين، أحسن من كذي ما في. تقول لي هذه نظرة مي دقيقة، دقق النظر بتشوف، وش يعني؟ يعني أنت الحين في نظرك ما عندك ذنوب، خلنا نفتش نشوف. في اليوم تعصي يقول خب أنا مو معصوم، تعصي في الشغل صير غيبة يمكن إيه يعني غيبة غيبتين تصير، سجل 2 رجعت في الطريق ساعات تسب اللي يطلع عليك هذه صراحة ما أقدر جهد روحي، سجل 3 ها في اليوم تطلع قول 10 ذنوب في اليوم.
عشر تضربها في سنة 365 صار 3650 اضربها في عشر ها في عشر سنوات طلعت 60,000 اوه شي ضخم ضخم انزين جي والله يحاسبنا عليها الله تكلم عن روحه قال عن حسابه سوء الحساب يخافون سوء الحساب يعني وين سوء الحساب الله العادل نقول عن حسابه سوء الحساب حتى أقرب الفكرة أجيب مثال لو دشيت البرادة أو دكان قلت له كم هذه قال 15 دينار عطنا واحدة وهذه قال هي 17 عطنا واحدة وهذه قال 12 عطنا عندك علوج بعد إيه عندي بكم 25% عطنا واحد كم صار 17 و12 و15 و25% يقول لي بعد هذا بتحسبه قال حق لو مو حق صراحة حق أطلع أقول هذا حد اشتري منه حتى مشتري منه بسبعين دينار خمسين دينار أربع عانات يحسب هذا وين هيسمونه سوء الحساب الله وش قال عن نفسه عن كتابه لا يغادر صغيرا ولا كبيرا وقال في آية أخرى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا فإذن الله عنده سوء الحساب لأنه حساب دقيق النبي صلى الله عليه وآله علم الصحابة هالدرس شنو هالدرس مشى إياهم في صحراء قال لهم اجمعوا الحطب قالوا عنها قال الصحراء ما أتذكر التعبير صلعاء أو قرعاء المقصود ما فيها شيء ما فيها شجر ولا بصون ولا شيء فقال النبي اجمعوا الحطب يا رسول الله فيها حطب حتى نجمع ما في ليش؟ لأن نطالعوا نظرة سريعة وإحنا نطالع حياتنا نقول ما في ذنوب سريعة لما نجي نسوي جارد أوه صارت آلاف مؤلفة من الذنوب قال لهم النبي اجمعوا الموجود دقائق له كومة قال هكذا تجتمع الذنوب أنت تطالع ما في ذنوب لكن إذا تسوي جارد شوف لو واجد هذا الإمام الكاظم يقول ليس منا من لم يحاسب نفسك كل يوم كل يوم لأن تبين كم ذنب تراكم هذا يسمونه استخفاف كمي الواحد ما يستخف بالكمية يحاسب نفسه استخفاف رقم اثنين كيفي يعني وين إلا ذنب صغير الله يجود على الذنب الصغير في الرواية إن الله أخفى أربعة في أربعة واحدة من الأربعة أخفى سخطه في معصيته ما تدري أيه الذنب اللي الله يخليه يسخط عليك فلا تستصغرن شيئا من معصيته فلربما وافق سخطه وأنت لا تعلم ولهذا احنا لازم ما ننظر للذنوب بكونها صغيرة حتى اقرب الفكرة ساعات عندي صديق انا اغلبه اقول له يا فلان اغلط عليه بسبة السبة دي تخليني اروح البيت وانام ولا افتكر اقول وش على فلان هالسبة لو أنا عراقي في زمان صدام وسبيتها صدام يمكن حتى ما من أحد موجود جاي في الغرفة كان ما حد سماع كان جيران سمعوا كان تلفون ينقل كان مراقب أمبي أنا متقلب يمينا شمالا وش الفرق هذه السبة نفسها قلتها لصديقي وقلتها لصدام الفرق إن أعرف هذا عنده فتك عنده قوة عذاب هذا ما عنده فإحنا يا الله لازم نقول أن الله أولا منعم يمكن إذا نعصي كما قال لئن كفرت لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي إحنا نكفر بالنعم بالمعصية يمكن يقطع نعمه وانتهي هاي واحد اثنين عند نار سجرها هذا الجبار لغضبه ومن يقوى على عذاب الله فأنا لازم ما أقول هذا صغير وهي كبير كل شيء في حق الله كبير يقول تقول الرواية على لسان الله يا عزير إذا وقعت في معصية فلا تنظر إلى صغرها بل انظر من عصيت أنت عصيت جبار السماوات والأرض بعد النظر وقراءة سير الصالحين التائبين إذا تقرأ عن الصالحين شلون مقاماتهم تشوف حالك مختلف تشوف روحك متشجع التوب تتغير هذا المطلوب يا أحبة أيضا نتخلص من وسائل المعصية إذا عندي أجهزة أعصبها أشيلها أخلي فيها برامج ما تخليني أعصب
مثل أنتي بورن اللي يمنع دخول مواقع الإباحية أخليه في وسط البيت عن لا أعصي. إذا عندي مكانات أروح أعصي في القهوة أنسى روحي أغتاب، ما بروح القهوة اللي فيها معصية، وهكذا فأرتب حالي حتى لا أقع في المعصية. هذه خلاصة طبعا الموضوع، في أفكار أكثر لكن الوقت انتهى، أكتفي بهالمقدار. نرجع الآن إلى صاحب المصيبة اليوم الإمام السجاد عليه السلام. هذا الإمام في زمنه يقول صاحب كتاب الأغاني صارت المدينة المنورة محل الطرب والغناء. يقول لما المغنية الفلانية قررت تهاجر المدينة خرج أهل المدينة باكٍ وباكية على فراقها، مو على الإسلام السلام. إذ بليت الأمة براع مثل يزيد، وش بيسوي غير ينشر دعارة وخمور وما شكل ذلك كما ترون يا أحب. فالإمام السجاد الآن يريد يؤدي دوره. الإمام السجاد استلم الإمامة في أصعب يوم وأقسى يوم على تاريخ الإسلام، وهو يوم مقتل الحسين. فشلون عنف السلطة اللي مارستها ضد أهل البيت، شلون الإمام السجاد يقدر يبلغ الآن؟ لجأ إلى أساليب جديدة، منها الدعاء. الدعاء تربية، تقرأ الدعاء، تفتح الصحيفة السجادية، عندنا شيء اسمه دعاء التوبة وعندنا شيء اسمه مناجاة التائبين. وش الفرق؟ الدعاء طلب والمناجاة حوار وكلام مع الحبيب، وفي المقامين أنت تقر لربك بذنبك وتطلب الصفح والسماح. يعلمنا، وعند دعاء أبي حمزة الثمالي اللي يقول لعلك عن بابك طردتني، ويذكر الأسباب، لعلك وجدتني في مجالس البطالين، لعلك 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 لعلك, لعلك, لعلك. أنت تدعو وتتعلم من الدعاء. هذه سيرة الإمام. ولم يكتفي أن عطانا الدعاء، بل كان يدعو أمام الناس وفي محضرهم وفي مكة وفي بيت الله بطريقة تؤثر في القلوب، لأن دوره يخلق الضمير اللي يستشعر التقصير في العلاقة مع الله، لأن في الطرف الآخر أكو سلطة تنشر دعارة ومجون. فكان الإمام كثير العبرة من خشية الله، حتى قال السنة قبل الشيعة لم يرى مثل زين العابدين. السنة بعضهم عمر بن عبد العزيز وأمثاله يقول هالكلام. هذه عبرة الأولى، تربي الناس على مقاومة الشهوات وعلى الرجوع إلى ربنا. وعند عبرة ثانية وظفها ضد الظلم والظالمين، عبرته على الحسين. فكان يبرز بكاء، يدخل السوق، يمر بسوق الجزارين، يرى الجزار قد أخذ الكبش للذبح، يقف الإمام: أسقيته ماء؟ قال: عجبا يا ابن رسول الله، نحن لا نذبح الكبش حتى نعرض عليه الماء مرة بعد أخرى، فتجري دموعه على وجنتيه، ويتذكر عطش الحسين، يقول: إلا ابن رسول الله فقد ذبح عطشانا. هذا حال الإمام السجاد في علاقته مع أبيه. إذا نظر إلى عماته تذكر فرارهن من خيمة إلى خيمة، والمنادي ينادي: أحرقوا بيوت الظالمين. نعم، لقد بكاه طيلة عمره، لا عجب، فقد شهد الواقعة. أما أن الحسين فقد بكاه من لم ير الواقعة، بكته الأنبياء والأوصياء. وهذا الألباني السلفي يحدث برواية يراها صحيحة، يقول: جاءت أم الفضل بالحسين وهو صغير، وضعته في حجر رسول الله، تقول: حانت مني التفات، وإذا بالنبي عيناه يهرقان الدموع،
قالت فداك أبي وأمي يا رسول الله، مما بكاؤك؟ قال أبكي من ولدي هذا، لقد جاءني جبرائيل وقال أن أمتي ستقتل ولدي هذا. لهذا يقول صاحب البحار: لما أعلم النبي فاطمة بمقتل الحسين بكت بكاء شديدا، التفتت إلى رسول الله: يا أبا يا رسول الله، ومتى يكون ذلك؟ بني في زمان خال مني ومنك ومن علي. قالت: أبا إذن من يبكي على ولدي؟ قال لها رسول الله: رجال أمتي يبكون على رجال أهل بيتي، ونساء أمتي يبكين على نساء أهل بيتي. كأني بالزهراء يمم طرفها إلى شيعتها: أن الوالد والقلب لهفان، ودور عزبني وين ما كان، واسفع على ابن المات عطشان، ولعبت عليه الخيل ميدان، وان اليواسيني يا الشيعة على حسين وولده ورضيعة، وابن والد عين الطليعة، ابو فاضل جفوفه قطيعة. اي والله مطرحنا يا معايا، هيا الشريعة. هذا نداء الزهراء لكم يا شيعة فاطمة، لكن إليكم نداء آخر يصدع القلوب، صادر من منحر الحسين: شيعتي، ما إن شربتم عذب ماء فاذكروني، أو سمعتم بغريب أو قتيل فاندبوني، فأنا الصبط الذي من غير جرم قتلاني، وبجرد الخيل بعد القتل عمدا سحقوني. ماذا تجيبون الحسين يا شيعة أبي عبد الله؟ متى يملو لك الفرض يا حسين؟ متى إلك بقلوبنا منصوب؟ متى وحق قلبك اللي منا الثلث؟ متى من ذكرك يا ذبيح الغاضرية؟ يا والله نذكرك يا ذبيح يا الغاضرية. حق راسك المقطوع يا الشمس المضية، للحشر ما ننسى مصابك والرزية، ننسى وسهم صاب قلبك يا ذرانا، دلنا وفت قلوبنا ونكس لوان، تقطيع جسمك بالثرى قطع معانا، خيل و
وطت صدرك على حر الوطي، داست يا بن حيدر على صدور المحبين، بقلوبنا نخليك عاري بغير تكفي، دبح الطفل ننساها دم حال يحسن ما ينسى ركوب الوديع على مطيع، يا حسين كلنا نعتني لك كربلا نزور، بس ما نوصلكم ننظر ديج لقبور، ندخل الحاير بالحنين ولطم لصدو ونحوم مثل القلب لا فارق، وبكل فريضة تروح للحاير الشيعة من مشهدك تطلع تقصد للشريع، تزور القمر الازهار ابو جفوف القطيعة، شيال رايتكم وسار الهاشمي بعد الزيارة للمخيم بالبجه نعود، بس ما انطبها تسيل دمعتنا بالخدو، نتذكر منادي بن سعد يا قوم فرهود، حرقوا الخيام سلبوا الحريم الفاطمي، تبكيك عيني لا لأجل مثوبة لكنما عيني، نسألك اللهم وندعوك بالحسين وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين من ذريته وبنيه، نسألك اللهم بهم أن تفرج لنا فرجا عاجلا قريبا كلمح بالبصر أو هو أقرب، اللهم بهم انتقم لنا ممن ظلمنا، أرنا فيه قدرتك عاجلا يا مبير الظالمين، فك قيد الأسرى والمعتقلين، ردهم عاجلا سالمين غانمين على رغم أنوف الظالمين، من على المطاردين بالأمن والأمان، اشف الجرحى والمصابين ومرضى المؤمنين والمؤمنات، اللهم احفظ شبابنا رد عنهم كيد أعدائنا، اللهم أيد وسدد علماءنا العاملين ونفس عن المكروبين، واقض لنا وللمؤمنين والمؤمنات بالخصوص من سألنا الدعاء حوائج الدنيا والآخرة، وإلى أرواح الموتى من الفقهاء والعلماء والشهداء والخطباء ومن مات على الإيمان وموت الحاضرين والمؤسسين، للجميع نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.